وتزامنا مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد، اتخذت الإدارة العامة للمرور كافة إجراءاتها من أجل تواجد شرطة المرور في كافة شوارع المملكة والطرق المؤدية إلى أماكن الاحتفالات الوطنية، وذلك لتسهيل انسياب الحركة المرورية. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد عادل الدوسري، مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. أهلا بك في نشرة الثالثة. سعادة العقيد، كيف استعدت الإدارة العامة للمرور لاحتفالات البلاد بالأعياد الوطنية؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدينا الكرام. الحقيقة طبعا الإدارة العامة للمرور هذه مو شيء غريب عليها، بما هذه المناسبة الوطنية. كل عام وأنتم بخير في مملكة البحرين. طبعا الإدارة العامة للمرور تستعد بعدد كبير من ضباط الإدارة العامة للمرور ورجال المرور من دراجات ودوريات، تتمركز في الأماكن التي سوف تقام بها احتفالات وطنية مرخصة من قبل وزارة الداخلية مع وزارة الإعلام. وطبعا هناك تنظيم مروري بيكون في جميع المحافظات الأربع بمملكة البحرين. المحافظة الجنوبية تحتضن عدد كبير من الفعاليات، المحافظة العاصمة، محافظة المحرق، ومحافظة الشمالية. والآن احنا الإدارة العامة للمرور طبعا تم الاستعداد لهذه الفعاليات في جميع المحافظات بأكملها. نعم العقيد عادل الدوسري، مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.